جهد غرفه القسطره والحاجات اللي بيشملها البرانش بتاع الانترفنشن. يعني ايه انترفنشن رادولوجي؟ ده طبعا صوره للفرع الجامعه بتاعت الزازي في العاشر من رمضان، وهنفتتح قريب ان شاء الله. بنعرف الاول ايه البرانش السب شفيات الجديده اللي طالعه دي اللي اسمها انترفيشن رولوجي، ايه معناها. بعد كده بندخل على السندنجا تكنيك، وده تكنيك مهم جدا بالنسبه لنا نبدا بيه كلنا الانجيوغرافي. وبعدين هتكلم على انواع الكانيولات اللي انا بستعملها، الماتيريال اللي بستعملها ايه، انواع الكانيولات، الجايد واير، هاو تو ديل ويز جايد واير، وانواع الجايد واير. بعد كده هتكلم عن الفاسكولار شيز اللي بدخل بيها الفين او الارت اللي هدخل فيه. بعد كده انواع الاساطير المختلفه اللي بنستعملها في الانترفنشن رادولوجي. بعد كده هنتكلم عن البالونز والميكانيزم بتاعت عمل البالون، وازاي دي مع البالون عشان سيف الماتيريال بتاعتي. بعد كده هتكلم عن الدعامات، يعني ايه دعامه، يعني ايه ستنت. بعد كده هتكلم عن الشغل كده عن البروبس نيد. بعد كده عندنا تكنيك مهم جدا بنستعمله في الانترفيو اللي هو الغلق. الغلق يعني بيه الامبوليزيشن، يعني ايه امبوليزيشن، امتى اعمله واعمله فين وازاي اعمله والكلام ده. في عجاله طبعا الانترفيشنال دولي ده سبب سبيشاليتي من الاشعه التشخيصيه، ظهرت في الاعوام الاخيره، ولكن يعني في ازدياد يعني، وبقت كل الاقسام على مستوى الجمهوريه سواء الجمعيه او وزاره الصحه الانترفيشنال دولي بقى يعني ولد كومنتد، يعني حتى في المسيري بقى يعني انترفيشنال دولي، واحنا كلنا اوبليك ان احنا يعني نتعلم انترفيشنال دولي. ببساطه الانترفنشن رادولوجي هو عباره عن مينيمالي انفيزيف ثيرابي، يعني خدمه علاجيه بيقدمها طبيب الاشعه باستعمال احدى الوسائل التشخيصيه، بدلا من الكونفنشن رادولوجي الى السي تي الى الام 1 الى الجهاز الاسطره. يعني الانترفنشن اللي هو عباره عن ايمج جايدد ثيرابي او مانجمنت باستعمال وسائل الاشعه التشخيصيه، يعني في الاخر من غير ما الدكتور حمد يزعل منا، السيرجيكال راديولوجي اللي هو السيرجيكال راديولوجي دي طبعا سب سبيشاليتي من الراديولوجي، بنقدم بيها مينيمالي انفيزيف ثيرابي. طيب ايه الحاجات اللي انا كانترفنشن راديولوجيست ممكن اقدمها للبيشنت؟ الفاسكولار بروبلم اللي هو يندرج تحت بند الاندو فاسكولار مانجمنت، ادخل فاسكولار تي سواء هي ارتيريا او فينوس، وعمليه لحاجات كتيره جدا فاسكولار، اعمل انجيوجرافي، اعمل انجيوبلاستي، اعمل ستنتنج، بعد كده البيوبسي، بعد كده درينج اوف فلويد، العين عنده وات ايفر كوليكشن ده، ابسس، باس، ميلوما، هيدروفوزس، باين فوزس، هاو تو ديل معاه بمينيمالي انفيزيف ثيرابي. زي ما قلنا الابس درينج وكوليكشن في الكدني، بايلوما، كوليكشن من البايل. بعد كده الغلق بقى ده برانش لوحده اللي هو الامبوليزيشن، هتكلم عنه دلوقتي ازاي نعمل امبوليزيشن وهي انواع البوليزنج ماتيريال. بعد كده علاج الانفرتيليتي، طب ايه دخل الاشعه التداخليه بالانفرتيليتي؟ طيب هنقول له هو ميل عنده فاريكوسيل ممكن تعمل انفرتيليتي، تبقى بعمل امبوليزيشن للفاريكوسيل عند ميل. لو هو في ميل طبعا اطفال الانبيب والامبريو ترانسفيت زائد الالترا ساوند زائد الفرنسيست اسبيريشن زائد تيوب، الحاجه الجديده اللي هي تيوب ريكانزيشن، واحده انفرتايل عندها بايلاترال تيوب لوك، ممكن ندخل برضو ونعمل بايلاترال تيوب ريكانزيشن للتيوب. بعد كده انسيشن اوف فيدنج تيوب في الاستومك وخلافه. بعد كده علاج الليفر تيومر اللي الدكتور حمد بيتكلم عنه، والدكتور محمد بير خاوي هيتكلم دلوقتي عن الدراج ريوتين ثيرابي في حالات الليفر تيومر اللي هو اتش سي سي. انا بتكلم على انترفنشن ليه وبختاره ليه؟ انا بقول الانترفنشن بروسيدور كلها اللي انا بقدمها للعيان دي حاجه فاست، سريعه، سريعه يعني مفيش ادميشن للهوسبيتال، يعني انا بوفر تكلفه العيان في المستشفى وبقاو في المستشفى يوم اثنين ثلاثه وات ايفر. الحاجه الثانيه ان انا معايا ميزه ثانيه كانترفيزيولوجي بستعمل لوكال انسيزيا. احيانا بعض المرضى يبقى ان فيت فور جنرال انسيزيا، تبقى انا بستعمل لوكال انسيزيا. في نفس الوقت البروسيدور بتاعتي كلها تبقى سيف وافكتيف وايميديت ريزلت في ساعتها على طول يعني.
ده صوره لجهاز القسطره اللي بيعمل عليها فاسكولار انترفينشنال بروسيدر. لو حضرتك بصيت هتلاقي الدكتور راديولوجيست لابس لبس التعقيم. يعني هو احنا بنلبس تعقيم زي ما الجراح بيدخل غرفه العمليات بيلبس تعقيم، بس احنا بنضيف عليه حاجه ثانيه اللي هي الواقي الرصاصي، لان انت هتدخل على جهاز اشعه هيطلع راديشن وممكن البروسيدر بتاعك يطول، فلازم تلبس اوبرون تحت التعقيم اللي هو الاوبرون عشان يحمي الجسم. طيب النك بلبس نك كولر عشان احمي السيرويد. طيب الاي بلبس اي جلاس عشان احمي الاي. لازم احمي الحاجات دي وبعدين البس تعقيم تاني ومن ادخل غرفه العمليات. هو طبعا هنا في فيس ماسك عشان طبعا كورونا والحاجات دي، وهنا الراديولوجيست شغال والبيشنت قدامه والاسيست قدام منه وقدام منه المونيتور بحيث ان هو شايف ايه اللي بيصير بيعملها. ده طبعا بعد ما دخل فاسكولار تي وحقق اصابه وشوف الحاجات دي قدامه، سواء في فاسكولار ماس، في ليجن قدامه، في اي في ام قدامه، وبيشوفها على المونيتور. ده جهاز اللي هو اللي اسمه جهاز القسطره او الديجيتال سبتاكشن انجيوجرافي. ده بيتعمل عليه كل الاندو فاسكولار بروسيدر، كل الاندو فاسكولار بروسيدر. هنتكلم عنها دلوقتي. الاندو فاسكولار بروسيدر اللي هي بتقسم لفاسكولار قصدي ارتيريال وفينوس. يعني في بروسيدر بعملها في الارتيريال سايد وفي بروسيدر ثانيه بعملها في الفينوس سايد. السيرجيكال تكنيك ده مهم جدا جدا بالنسبه لنا عشان نبدا انترفيشن في الفاسكولار تري. يعني السيرجيكال تكنيك ده اللي بنبدا بيه ندخل الارتيريال او الفينوس سيستم. مش كده وبس، لا ده بدخل بيه اي مكان تاني، اي كافيتي تانيه في البودي. يعني ابسس كوليكشن، هادرونفروزز، بايونفروزز، بايلوما كوليكشن، برضو اتز ادفايسد تو ستارت الحاجات دي كلها عن طريق السيلدنجر تكنيك. ليه بقول السيلدنجر؟ لان السيلدنجر تكنيك سيف تكنيك. طيب تحت كلمه سيلدنجر دلوقتي في صوره انسان قدامي، هقول ان انا دخلت ارتيريال، دخلت عن طريق الفيمورال، يعني عند الفيمر عند الوين ليجمنت انا دخلت الارتيريال تري. انا كانترفينشن راديولوجيست دخلت في الارتيريال تري، هعمل ايه؟ ايه الحاجات اللي انا هعملها؟ لو بدانا من فوق خالص عند الهيد، عند الهيد انا دخلت فيمورال، عديت في الاورطه الملصقه بتاعتي وعديت الارش وبعدين عديت كولودن ودخلت على السيربرال. طيب في الـ في الـ في الـ في السريبرال سيركش او في البرين هعمل ايه؟ هعمل نيورو انترفينشن، سواء بقى في ادنوريزم سواء في هعمل لها شغل. طيب هنزل شويه هلاقي ان انا في الكاروتيد ارتري، هعمل ايه في الكاروتيد؟ لا الكاروتيد ممكن اعمل كاروتيد ستنتنج او كاروتيد ديليتيشن، يعني انترفينشن على الكاروتيد ارتري. طيب هسحب الاسطره بتاعتي وانزل شويه عند النك انا في الارش. طبعا هنا في شغل هيعمله زمايلنا اللي هم في الـ في الـ في السواسك، يعني شغل انترفينشن. يعني هنزل شويه بعد كده في الارش ادخل كوروني، طبعا كوروني هيدخل دكتور القلب بيشغل قسطره عشان يعمل كوروني انترفينشن، ده شغلهم هم. انا هنزل شويه هلاقي ان انا عندي مثلا في الاورطه عندي ليفل بتاع اللي هو مثلا ليفل بتاع الوان بيطلع من الكبير اللي هو السيليك اكسس. السيليك اكسس ده مهم جدا جدا بالنسبه لنا في الانترفينشن، لانه تقريبا بيشمل يعني من خلاله بعمل شغل كتير جدا جدا في الانترفينشن. السيليك بيدينا ثلاثه، بيدي السبيلنج ارتي، تبقى خلال السبيلنج ارتي هعمل سبيلنج ارتي امبوليزيشن في حاله هايبر سميث، حاله هايبر سميث هدخل السبيلنج ارتي واقفل السبيلنج ارتي هعمل امبوليزيشن، يعني اقفله، يعني هعمل اسمها حاجه اسمها اوتو سبيلنج، هوقف الفانكشن بتاعت الهايبر سميث كلها خالص. بدل ما افتح بطن عيان بعايز تروح حامل واشيل الطحال، لا انا هسيب الطحال زي ما هو والعيان هتبقى فيت معايا وهدخل واحقن الطحال. تبقى ده السبيلنج كومبوزيشن، ده كاتيجوري خاص لوحده طبعا له محاضره خاصه لوحده. الحاجه الثانيه الليفت جاستر، الليفت جاستر بيدي الاستومك. طلع جديد دلوقتي البرياتيك الاوبيستي مايت، الانترفينشن مايت بتاعت الاوبيستي بندخل عند الفندس بتاع الاستومك وبنحقن برضو امبوليزيشن لجزء معين اللي هو لانجر سنتر اللي موجود في الفندس، بحيث ان انا بعالج الاوبيستي بدل ما اعمل تدخلات ثانيه في الجراحيه. انا ممكن ادخل كانترفينشن جيست واطلع برانش معين بغذي الفندس عند جزء معين فندس بتاع الاستومك، اعمل ايه؟ امبوليزيشن له. تمام. البرانش الثالث اللي هو الكبير بقى اللي هو باتيك ارتي.
الهيبات كارتي طبعا بيدليفر من خلال الهيبات كارتي عامل التيس اللي هو ترانس ارتيريال تيموميزيشن، وده الدكتور محمد بير خاوي هتكلم عنه. ده جرو تيس يدخل الهيبات كارتي بحيث ان هو عنده اتش سي هيعمل لها كيمو امبوليزيشن. تمام، انا كده في الاورطة هنزل شويه على الاورطة هلاقي الاثنين رينال على ناحيتين. انا كانترفين مش عامل ممكن اعمل ايه في رينال؟ طبعا انتوا عارفين الرينال رينوفاسكولار هايبرتنشن الانجيوبلاستي والديلاتيشن او في فاسكولار ليجن موجود في الكدني الى اخره يعني، او بدي اعمل ابليشن للكدني كلها عارفين سواء بري اورتف او فاينل يعني في بلاتف يعني. بنزل بعد شويه على كده هلاقي البايفركتش بتاع الاورطه هديني الكومن يقول لك على ناحيتين، الكومن هديني اكسن يقول لك هسيبه على جنب، وادخل على انترن يقول لك انترن يقول لك لو هو في ميل هديني يوتراين ارت. اليوتراين ارت لو دخلت فيه هعمل يوتراين فايبرويد امبوليزيشن، ودي محاضره الدكتور محمد غريب اتكلم عنها قبل كده اللي هو يوتراين ارتي امبوليزيشن. لو هو ميل هيديني بروستد. البروستد اللي انترفينشنالست هيعمل ايه وهو في التلك اللي في التلك يقول لك هيعمل بروستاتيك ارتي امبوليزيشن، ودي محاضره طبعا سيبرت الامبوليزيشن بروست سيبرت لوحديها. لو انا كملت بعد كده بقى بنزل بقى على الكومن يقول لك ثم ليه البريفر بقى والبريفر انجيوبلاستي في حاله الاسكيميا والكانو حد ممكن بيعمل دايلاتيشن وانجيوبلاستي في الحالات اللي الاسكيميا والجنجرين والحد والكلام ده. ده ملخص كده للحاجات لو انا داخل في الارتيريتي. طيب الرسمه بس بتورينا ازاي ان انا ادخل سندنجر. طبعا سندنجر ده عالم سويدي هو اخترع التكنيك، وبس عشان ابدا سندنجر تكنيك اول حاجه انا عقدت العيان والعيان نايم بنقول سندنجر تكنيك بلس ديبندنت، يعني بدخل على البلس قدامي. طب انا دخلت عيان عملت له تعقيم وبعدين شيفنج للجروين ريجون وعقمت العيان وببدا بقى اعمل البنشر. اعمل بنشر ازاي؟ عن طريق سدرجة تكنيك. البنشر كلنا عارفين ان احنا بنعملها عند ليفل بتاع الجوين ليجمنت. الجوين ليجمنت كلنا عارفينه من الاليكس باين او السيبر اليكس باين الى السيمفيز بوس. في الميدل بتاع الجوين ليجمنت ببدا البنشر بتاعتي. لا فوق ولا تحت، فوق هدخل في الاليك هتجيني هيماتوم مش هعرف عليها كنترول، تحت هدخل في الفراندا تبقى لور بنشر. تبقى ببدا البنشر بتاعتي عند الجوين ليجمنت بالظبط. احنا بنقول التكنيك ده بلس ديبندنت، يعني احس البلس في بلس موجود ادخل الابره بتاعتي، الابره بتاعتي دخلت وجابت لي جش في بلاد، بروح مدخل بعديها الجايد واير بسحب الابره بعد كده ابدا احط الدريتو. ده السندنج دي نفس التكنيك اللي بستعمله هنا هو نفسه برضه لو انا عايز ادخل ابسس كافتي في البودي او عايز ادخل على كدني او عايز ادخل على ستومك او عايز ادخل على البايل او عايز ادخل جول بلادر بنفس النظام. بدخل ابره وانس سحبت الابره ان انا جبت بلاد او انا جبت بص لو في كوليكشن ولا حاجه بروح مدخل بعديها الجايد واير، على الجايد واير ببدا ادخل الاساطير بتاعتي. طبعا ده ملخص بقى للسينرجي تكنيك مش سوبرزيشن اوف ذا فيسل. وده الراجل ده اللي هو السويد عالم السويد ده سينرجر اخترعه في 1950 الى حد الان احنا لسه شغالين. عشان ادخل ارتيلا 3 كلنا عارفين ان احنا بندخل فيمورا. طب انفرض انا حسيت البلس يمين مفيش، البلس شمال مفيش، وانا لازم ادخل ارتيلا عشان اعمل له شغلانه معينه. طبعا في دلوقتي ريستي ترانس ريديال، طيب مش افيلابل ان انا اعمل ترانس، مش عارف اعمل ترانس ريديال، ادخل ارتيلا ازاي والبلس الاثنين في الفيمورا مقفولين؟ طب انا هضطر ادخل اكزيلاري. الحاله دي ادخل اكزيلاري. طبعا ما بنحبش الاكزيلري الا اذا اضطرينا ليه؟ لان الاكزيلري برضو ما اعرفش بعد ما اسحب الاثاره بتاعتي ما اعرفش اعمل كوميشن كويس. وده صوره الراجل اللي هو السندنجر اللي هو العالم السويدي اللي اخترع التكنيك بتاع اللي اسمه اللي هو السندنجر تكنيك. هنشوف برضو السبت، يعني السبت كلنا عارفينها بتاعت السندنجر. اللي انا عايز اقوله بس ان انا لما اجي اعمل بانشر بلس جايد ماشي تمام. لازم تبقى عندي جش من البلاد في النيل، جش مش دروبنج، لا جش حنفيه قدامي. تبقى انا كده شور ان انا النيل بتاعتي جوه الايه؟ اليومن بتاع الايه؟ الارضي تمام؟ ما دخلش الجايد واير الا انا عندي جش ستيدي سترونج جش. طبعا احنا كنا قبل كده بنستعمل كانيولا ونيد وكان ده، لغينا الكلام ده كله وبقت هولو نيد.
اللي بستعمله دلوقتي هولو البانشر البانشر بعملها دلوقتي عن طريق هولو نيد. نيد فاضيه من جوه لان انا وانس دخل نيد بدل ما تبقى فيها سيلت من جوه واسحب السيلت ودخل نيد وشغلانه الكلام ده، لا انا بدخل بالنيد واحنا كلنا عارفين دلوقتي وهتشوف صورتها دلوقتي اللي هي الجروف نيد. هنا بس عايز اقول حاجه، لو انت دخلت في تيجي تبدا البانشر يعني زي ما اسئلتنا طبعا كلنا علمونا برضو، لو انت جبت بلاط وهتبدا تدخل الواير وتسحب النيد وانت بزق الواير تعامل مع الواير اس يو دي ذا دانسر. يعني ايه؟ يعني الواير ماشي كويس الحمد لله، اي ريزستنس اسحب، لانك لو زقيت دكتور محمد عارف هندخل سب انتمال وممكن التكنيك كله يتخل يكمل سب انتمال. تمام؟ تبقى انا احط الواير لقيت ريزستنس اقف اسحب واعيد البنشر تاني. طبعا هنا يعني يقول لك كات داون، كات داون طبعا احنا ما بنعملوش، احنا بتوع الاشعه ما بنعملوش، لكن ممكن في بعض الحالات لايفار ودي بالتعاون مع اطباء الاوعيه الدمويه لما نيجي نحط اورتك جرافت بندخل شيز وكل حاجه تمام، بس لما نيجي ندخل الجرافت بتبقى الفتحه بتاعتنا صغيره 5 5 سم 5 مللي تقريبا والجرافت الدم بتاعها اوسع، فبيضطروا ان هم يعملوا يعني يوسعوا الفتحه في الارض ودي بيعملها الجراح نفسه مش احنا اللي بنعملها يعني. طبعا تحت ترانسفورمر ده خلاص انتهى خالص، ده حاجه هيستوريكال بقى ترانسفورمر عشان يدخل اورطه ترانسفورمر دي لسه انتهت خالص خالص وفورميدن تماما يعني. الكانيولا اللي انا قلتها دلوقتي هي دلوقتي قلنا بنستعمل في البنشر بتاعتنا الهولو كانيولا زي ما حضرتك شايف الكانيولا الحمراء هولو ما فيهاش سيلت من جوه. وطبعا الكانيولا بستعملها عشان ادخل ارتيريا عشان ادخل فينس عشان اي بنشر. ده برضو يعني راس توضيح للسنجر اللي عايز اقوله بس ان الواير لازم ما ادخل واير سموز وجنتل، اي ريزيستنس ما تكملش. ده طبعا انا فرضنا ان انا بعمل انجيوجرافي وبعمل البنكشر دلوقتي وده اندر ايمج سكرين زي ما انا شايف كده، بقول دايما فوق الجوين ليجمنت ليه لان تحت منه على طول بتبقى الهيد اوف ذا فيمر والنك عشان اقدر اعمل كوميشن في الجزء ده بالظبط. الفيمورال ارتي بتبقى في الشيز، الفيمورال ارتي بتبقى في الشيز فتبقى حامين شويه، في نفس الوقت لما اخلص وحصل معايا هيماتوما بلاقي بون تحت مني اقدر ان انا اعمل كومبريشن هلاقي بون. تمام؟ هنا الصوره الثالثه تقريبا اللي هو الدكتور الاشعه يعني نجح ان هو يعني يعمل بنشر تمام والواير عدى معاه طلع بقى الهيليك وهكمل بقى على البيفوكيشن كمل اورتو تبقى انت كده تمام التمام دخلت الفاسكولار تي هتبدا تكمل الفحص بتاعك او تعمل كل البروسيدور اللي انت عايز تعملها بعد كده. دايما بقول الجايد واير بالنسبه لنا اللي بتوع الاشعه بنعتبر جايد واير هو الضوء داخل النفق، لو انا داخل نفق مثلا والنفق ده كله ضلمه مش هعرف اشوف حاجه الا اذا نورت كشاف، فالجايد واير ده هو الضوء بتاعي اللي انا بدخل فيه داخل البانتري. اللي عايز اقول الجايد واير انواعها كتيره واشكالها كتيره بتكلمنا، بس عايز اقول حاجه واحده بس، اي جايد واير له تو اندز، النهايه اللي تدخل في الارتي اللي هي سفن سفن يعني طريه يعني مليون تمام، الناحيه الثانيه شارب، لو غيرت اثنين تبقى دخلت في مشكله كبيره يعني، تبقى الناحيه بتدخل في الارتي اللي هي الناحيه السفلى. طبعا في اشكال معينه من الجايد واير مخصصه عشان يدخل اماكن معينه، يعني في ستريت وفي كيرفن وفي لينير وفي جي شيد واير، في اشكال معينه لنهايه الواير والكونسيس نفسه بيختلف، في سوفت زي تروم في نورمال، في نورمال بدخل عليه، في بعد كده تروما عشان سيلكت فاسيلايزيشن، الدكاتره الاشعه عارفين التروما، في حاجه السيف، السيف ده لو انا بدي احط عليه بالون، البالونه تبقى ريجد لازم تبقى الواير بتاعي ريد عشان يعدي في البالون، ما تحاولش تدخل بالونه على نورمال او على تروما او على حاجه سوفت وير، لازم البالون تدخل على الامبرس، ما تدخلش البالون امبرس ريجد يقدر تعدي وتروح وتيجي على البالون.
طبعا هو عايزين نقول يعني الجاي دور طبعا اللي بتبقى متناسب مع قوت الاسطره اللي عندي، يعني لازم تبقى متناسب معاه، ما يكونش تخين قوي قوي القطر بتاعه تخين على الاسطره، اول ما زقه كده يطلع من الاسطره تعمل بوشنج، وما يكونش اصغر منها برضو عشان ما اقدرش لوس معايا. الصوره دي بتاعت الفاسكولار شيز كلنا عارفينه نوالس ان انا عملت المارشر ودخلت بالاور بتاعي. ببدا على الجايد واري الموجود بتاعي في الفاسكولار ادخل الفاسكولار شيز. اللي تحت ده الصوره اللي تحت دي ده الديليتور اللي بننصح بيه، ان احنا في البعض بيحط الديليتور داخل شيز وان ستيب كده يروح حاطط اثنين في الواير، ده يعني مش تنصح بيه لان ده هيعمل تروما للارت بتاعك. انت المفروض على الجايد واير اللي موجود دخل الديليتور الاول عشان توزع السب توسع السب كونيوس كراك، وسعتها اسحب الدليل بتاعك وحط الدليتور في الشيز بتاعك ودخل الاثنين مع بعض، بس تبقى التراك بتاعتك بقى الدليت عشان ما اعملش انجري للايه الارض. انا مش حاسس بيها دلوقتي بس هتعمل مشكله للعيان فيما بعد. انا هخلص كامله لكن لازم اراعي الحته دي. تبقى انا امشي احط الشيز بتاعي احط الدليتور الاول اوسع بالدليتور الاول زي اي ستيب، اوسع بالدليتور وبعدين احط الاثنين مع بعض واركب الشيز بتاعي. في حته في الشيز فوق كده دي طبعا الفالف بتاع الشيز عشان لو انا عايز احقن سلاين هيبرانيز سلاين عايز انضف الشيز بتاعي اشوف الشيز بتاعي جاي في الوضع، لا ده الفالف خاص بالشيز. يعني الشيز ده وانس انا دخلت بحط الشيز تبقى انا كده عملت لي بيرمنت انتري للفاسكولار روتين، بس احط بقى اللي انا عايزه، احط الاسطره اللي عايزها، احط البالون اللي انا عايزها، احط الستنت اللي انا عايزها من خلاله. بمناسبه الستنت طبعا حاجات نراعيها كلنا، انا هركب ستين 5 مللي تبقى الشيز 5 مللي، هركب ستين 6 مللي تبقى الشيز بتاعي 6 مللي، هركب ستين 7 مللي تبقى الشيز بتاعي 7 مللي، هركب ستين دعامه 10 مللي تبقى لازم الشيز 10 مللي، لان ما اجي ادخلها مش هتعدي. حتى انا اشيل الشيز ده واحط شيز تاني. احيانا انا اجي اعمل مثلا بالبريفرال فاسكولار ديزيز عايز اعمل ديلاتيشن للانتيرو تيبيال. الانتيرو تيبيال ده بعيد دكتور محمد، الانتيرو تيبيال طبعا بعيد ولازم ان احنا نستعمل الكروس اوفر شيز عشان ايه يامن لي الاسطره تعدي على الناحيه الثانيه. تبقى انا داخل من ناحيه ادخل الكروس اوفر شيز بعديه في البيفيكيشن وادخل الناحيه الثانيه كده بيديني مكان امن وستيبل عشان انا اقدر اغير عليه الاسطر او الشيزات بعد كده لو انا هنزل تحت خالص تحت الركبه وعايز اوسع الانتيرو تيبيال او البوستيرو تيبيال او البوستيرو عاوز اصحهم. فكل ما اعدي واير هتلاقي البالون بتاعي كان حتى الحاجات دي هتعكسني، فده الكروس اوفر شيز. كروس اوفر شيز اللي هو الشيز اللي انا بعدي بيه من الناحيه اليمين وادخل على البايفركيشن واعديها الناحيه الشمال. ده اشكال معينه طبعا من الشيز طبعا حسب الشركات والكلام ده والالوان والحاجات دي كامله، لكن الملحوظ ان هي عباره عن ديليتور والشيز. الاساطر يعني ايه الاساطر؟ الاساطر اللي انا بستعملها داخل الفاسكت دي طبعا اشكالها كتيره وحاجاتها كتيره. الاساطر دي معدة انها تدخل حسب المكان اللي هتدخل فيه، يعني اسطره اشكال معينه بس اشكالها موجهه للاماكن اللي هستعمل فيها. انا احط اسطره في الاورطه غير اسطره في الرين ارتي غير اسطره في الليمتك ارتي غير اسطره في الكوتد وهكذا. على فكره ده تشارلز دوتر اللي هو اختراع الاساطر. الصوره دي يعني عباره عن حنفيه ومفتاح فرنساوي. حنفيه ومفتاح فرنساوي ده اللي جايبهم ليه اللي هو التوتل ده. هو بيقول لك يعني ده اللي بدا الانترفينشن وبداها من نفس الفكره لا يعني اللي بيستعملها السباك. لو انت عندك في الشقه الحنفيات الحوض مكتوم ولا حاجه هتجيب السباك، هتجيب خرطوم، هتجيب واير، هروح مدخل خرطوم الواير في المواسير وروح مسلك المواسير تمام. لو فيها فروم بودي هروح اعمله شايل الفروم بودي كامل. فالراجل ده بيقول ازاي السباك يسلك الحنفيه ويسلك الخرطيم واحنا دكاتره ومش عارفين والكلام ده ما نسلكش رجل العيان؟ يعني هو يقول لك احنا زي ما السباك بيسلك الحنفيه بتاعتي بيسلك الخرطيم بتاعتي. دي الفكره اللي بدات منها بريفرال فاسكولار انترفينشن. وزي ما بتروح عامل دلوقتي يعني الامبوتيشن دلوقتي ما عادش حد بيقطع رجل عيان،
لا هو فيها مشكله ادخل ووسع الارض، انتيرتين مفول وسعه، ممتين مفول وسعه، حط له دعام وهكذا. لكن امبوتيشن خلاص اللي هي ده بدك فوت وبتاع والجنجرين وبتاع، كان زمان على طول اول مش بروح اوف قطعت رجله فوق الركبه تحت الركبه بتاع كان حد بيقطع عليه عشان ما فيش بلد. طب ما البلد ده مقفول، ما انا ممكن اسلكه، ما هو الشرير موجود، الراجل عنده جنجرين، هو الشرير بتاعه موجود، ما 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 بس هو مقفول، سلكه وهو هيشتغل. فدي الفكره اللي الراجل بيقول عليها، بيقول زي ما الراجل السباك ده بيسلك ده احلى ممكن يسلك ده. وفعلا بدانا البريفر فاسكر انترفينشن دلوقتي كله، مثلا العين عنده اسكيميا انا بدخل في حته سنوتك بعمل لها توسيع برضه زي ما هنشوف دلوقتي البالون، بيرمت بحط لها ستين، ودلوقتي في انواع جديده من البالونات طويله قوي، ممكن اوسع اس في كله على بعضه كده في مره ومره واحده، اوسع انتيرو اوسع البوستيرو، وجميله جدا. انت ممكن تحط تبدا العيان مفيش دورسالز، بعد ما تخلص تلاقي دورسالز، طبعا يعني حاجه كويسه جدا، بدل ما اعمل امبوتيشن وبتاع والكلام ده او اطول عيان الى اخره. دي انواع الاساطير بقى طبعا معده. اللي عايز اقول حاجه واحد بس، ان احنا طبعا لو انا داخل في الاورطه، الاورطه ده بلاد فلو فيه 120 80 تمام، تبقى لازم ما اصورش الاورطه الا عن طريق قصاره اسمها البيكتيل. البيكتيل هي فيها نهايه مفتوحه وفيها كم خرم في الديستال اند بتاعتها، كم خرم ليه؟ عشان هاي فلو تعمل فيش، ما اجيش احط في الاورطه باصله الا اند واحده مش هشوف حاجه وممكن ادور العيان، لازم عشان بس فيش الاورطه كلها نقطه كبير والباك فلو عالي، فلازم تبقى الهاي فلو بتاعي عالي. بعد كده انا بغير اساطير بقى كوبرا بقى عشان ادخل بيها الرينال او اشد الاسبينك او سايموز لو الاسبينك مع لو الهيباتك مع تسني الى اخره، يعني دي عن شكل الاساطير بقى شكلها وبغيرها حسب الجزء اللي هدخل فيه. طبعا انا جيت ادخل على اعمل تيس زي ما اتعمل هشتغل دلوقتي، فلقيت اللي بات كارت عاكسني، فقلت له خلاص سيبك من الكوبرا وهات السايمون. فطبعا عشان نشكل السايمون ندخلها في الارش واللي فيها وروح نازلين بيها، وهي نازله تروح هي نفسها رشه في اللي بات كارت. ده الطريقه اللي هي الكوبرا تدخل فيها، لو الدايركشن فوق بدخل التب، بعد كده يعني اول ما ارشق بالتب بتاع الاصاله في الارتي كونفيل ليت الاموت كونتراست، بعد كده اروح مدخل جدول. ده الطريقه الاسطره، ولازم اعمل الطريقه دي دايما، ما تدخلش اي ارتي بالاسطره لانك انت هتجرح الانتبه بتاعت الارتي، لازم الواير، لان الواير معدل زيك، الواير له فلو بين هي اللي بتحافظ على الانتبه، لكن ما اجيبش اسطره واروح عامل لها بوشنج في الارتي كده هتدخل، بس هتعمل انجي للانتبه بتاعت البلد فيسل. وده برضو طريقه هو داخل هنا بين الارتي بالكوبرا، الكوبرا طلعها فوق رينا ارتي وهو نازل وهي نازله، وهي نازله اول ما تلاقي فتحه بترينا هتروح على الشفير، اول ما تلاقي شفير عدي الواير، عدي الواير عشان يعديني من منها بالارتي، وبعد كده اروح داخل الاسرار بتاعتي. دلوقتي كلنا اغلبنا يعني بيستعمل مايكرو كاستر، المايكرو كاستر بتوصلني لمكان اضيق من اللي انا ما اقدرش ادخل بيه بالنورمال كاستر. اللي باتك ارتي انا ممكن ادخل بالنورمال كاستر لحد جزء منه، بعد كده ما اعرفش ادخل. لو حاولت ادخل هيحصل سبازم، تبقى انا بقف في المكان في الاسطره الخمسه او السته فرنش، وبعد كده ادخل المايك كوستر. المايك كوستر بتدخل سوبر سيلكتيف، بحيث تبقى على جاست على التيب بتاع الفيدر، واحنا كلنا دلوقتي بنستعمل مايك كوستر عشان الكيمو امبلزيشن، ويعني كل الانترفيشن بسيطه بنستعمل فيها المايك كوستر عشان ادخل مكان ديستال، بحيث ان انا اعدي سايد برانش موجود يعني. الجاينن كاستر يعني الناس بتشتغل ترفيشن على الجاينن كاستر، لو انا فوق في الكاروتيد فطبعا كل ما عدي القسطره والواير بتاع كان هتعكسني، لا انا بجيب الشيز اللي انا بدخل بيه ده بس زي يعني زي شيز بس طول شويه. الجاينن بيتحط في عند الاورطه في الكومن، تبقى انا ثابت اغير عليه القسطره بتاعتي عشان مش كل شويه تعكسني القسطره دي، اللي هي الجاينن كاستر مينلي في النيورو انترفينشن يعني. بشكل الجاينن كاستر الواي كونكتور، ايه هو الواي كونكتور؟ كلنا عارفين الواي كونكتور، لو انا المفروض وانا بشتغل انترفينشن بسيطه خاصه انا هطول لازم احن هيبرينز سلاين، تبقى الجزء الفلاني بتاع الواي كونكتور ده عشان اعمل سلاين هيبرينز سلاين انفيوجن. ف
في الواي كونكتور. طيب دي البالون. البالون دلوقتي في نص الارض، والجزء اللي فوق وتحت البالون ده اللي انت ده الهيبربليزيا، ده اللي عامل نرم، ده اللي مسبب نرم في اليومن ده اللي انا عايز اوسعه. في علامتين اوبيك مارك في اول واخر البالون، دول بدايه ونهايه البالون. بحط العلامتين دول في نص الليجن، الليجن اللي هو موجود في النص اهو، اللي ده عباره هايبربليزيا اللي مضايق الارتي. هبدا انفخ البالون، هعمل كومبريشن للارتي، هعمل كومبريشن للانف. اللي انا بلاحظه حاجه واحده بس، ان كل بالون الا ماكسيمم بريشر غالبا من 10 ل 12، تمام؟ تحت 10 تبقى انا ما فيهاش كويس، طب فوق 12 هتبشر منه، تبقى انا لازم اخد بالي. طب اخد بالي ازاي؟ البالون بتنفخ ازاي؟ عن طريق الانفليتور. الانفليتور عباره عن سيلينج وفيها سلاين، نص سلاين ونص صبغه، تمام؟ وفيها الايه المقاس بتاعها. ابدا انفخ 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 البالون، ما زدتش على 12. لو انا زدت على 12 البالون هتربشر، تبقى هخسر بالون بالشيء الفلاني. لو انا اقل من 10 هتبقى انا ما وصلتش الاوبتيم سايت، الاوبتيم انفليشن سايت بتاعها. دي بالنسبه للبالون. البالون لو العيان ده عنده اسكيميا او عنده جنجرين او وات ايفر، يعني دوتو انت من هيتروبليزيا بتضغط على اليومن فبتعمل لي نارون للبلد اللي هو معدي. طب انا البالون بتعمل ايه؟ البالون بتعمل بليكس فراكشر وانتمال تيرنج وميديال استريتش. ده شكل البالون وهي وضع داخل السوتك سيجمنت. الجزء ده السوتك سيجمنت وده البالون داخله. هبدا انفخ البالون، ادي البالون وانا انفخ البالون، انفخ البالون. بعد ما اخلص بروح اعمل ديفليشن بالون واروح طالع باللسين بتاعي. طيب لو انا عندي ليجن ووسعته مره واثنين وثلاثه ورجع تاني، في الحاله دي هضطر احط حاجه بيرمن اللي هي ايه؟ اللي هي الدعامه. الدعامه عباره عن ايه؟ عباره عن شبكه اللي هنشوفها دلوقتي تتحط موجوده داخل الوعاء الدموي بحيث تعمل بيرمن بيتنسي. يعني حته السوماتيك بحط فيها دعامه، الدعامه مفتوحه على طول، طول ما الدعامه موجوده تبقى الوعاء الدموي ده مفتوح. وطبعا في حاجات جديده دلوقتي طلعت اللي هي الدعامات الذكيه مش معموله بتوع كروني، بحيث الدعامه عليها انتي بليتنج بحيث تمنع اللي اجريشن اوف ليت على الدعامه. ده شكل الدعامه زي ما حضرتك شايف، واير مش طبعا مصنوعه بماتنتنول، والماده دي بايو كومباتبل مع البودي فلويد والبودي ستراكشر بحيث ما تعملش تفاعلات مع جسم العيان. وطبعا في انواع، في بالونات سيلف اكسباندبل، وفي بالون في دعامات بالون اكسباندبل. دي السيلف اكسباندبل هي جايه من المصنع بتاعها كومبريشن. وانس ان انا اشيل الشيز، اشيل الشيز هتروح هي منفوخه لوحدها. اول ما توصل بول تمبريتشر تاخد الاوبتيم سايز بتاعها. دي السيلف اكسباندبل سيلف. منها طبعا اشكال كتيره وانواع كتيره يعني. والثانيه دي البالون استند، يعني الدعامه راكبه على البالون. انفخ البالون تنفخ الدعامه. دي الجزء ده يمكن اللي هو ستند جراف، ويمكن عشان نعمله برضو مش نعمل للامانه يعني مش نعمل له اطباء الاشعه لوحديهم، لكن اطباء جراحه الاوعيه الدمويه بتبقى مشاركين معانا لانه محتاج ارتريوتومي ومحتاج يعني شغل جراح يكون معايا يعني، فاحنا ممكن نبقى مساعدين معاهم اللي هو الجراف يعني. يمكن الجراف احنا يعني في زي اشتغلنا يمكن اكثر من حاله في الايفار يعني في الاورتيك اندوريزم يعني، بتعاون طبعا مش لوحدينا برضه، بتعاون مع اطباء الاوعيه الدمويه، وعملنا اكثر من حاله الايفار في حالات اورتيك اندوريزم. اورتيك اندوريزم زي ما بتروح عامل بيه عارف طبعا عشان الجراح يفتح ويعمل ريبيل اندوريزم ده عمليه صعبه جدا جدا يعني. فكون ان احنا نعملها ايمج جايد ده بتبقى ليس انفيزيف وكويسه جدا يعني. من حاله اللي انا ممكن استعملها، انا خلاص اتخرج من حاله اللي انا ممكن استعملها، لو انا داخل بدي اعمل كروت ستين او بدي اعمل كروت انجيوبلاستي. طيب انا في الكروت اي بليك صغيره لو عدت على على السيربل هتعمل لي فرش على طول، تبقى انا لازم قبل ما اشتغل احمي نفسي، اعمل نفسي بالايه؟ البالون الامبوليك بروتكشن ديفايس، زي شمسيه كده بتتحط في الاوعيه الدمويه بحيث ان انا اعمل ستنت، اعمل اوسع
اعمل اوسع، لو طلع مني بليت تبقى هي هتصاد البليكس دي، ما تطلعش على السيربرال، على ما تطلعش على السيركيشن فوق، بحيث تقفل لي البرانش تعمل لي انفاركشن في الحال يعني. طيب من الحاجات اللي انترفنشن بعوزها برضو اللي هي سنير اللي هو الخطاف. لو انا بشتغل وحاجه لوست مني في السيركيشن، او لو في فورم بدي داخل لفيها سيستم، بدخل السنير ده الخطاف واقف منه. هو فكرته اساسا في الاي في سي فلتر، يعني الفلتر في من نوعين، في تيمبري فلتر وفي بلانك فلتر. التيمبري معدل ان هو يتشال بعد شويه، بعد شهر بعد ما نعمل عمليه تبقى شيل الفلتر. عشان اشيل الفلتر بروح مدخل الخطاف ده وشبكه الخطاف بتاع الفلتر الفلاني، هشده اروح فلتر كله طبقه على بعض. نفس الخطاف ده لو انا ضاعت مني داخل سيستم، لو في سيستم استنت اتحركت في فورم بودي داخل السيستم، طبعا مشكله لو الجراح فتح مشكله كبيره جدا. انا سيمبلي هدخل الاكتيف سيستم عن طريق هذا السنير، هروح واخد معايا الفورم بودي. ده برضو دخلنا برضو في الايرا بتاعت البيرف فاسكول سيز، ودي الاسيركتومي يعني الانتما بتاعت الارتي فيها بليكس. انا بدخل بالديفايس دي وابدا اعمل اسيركتومي، اشد اللي الاسروما اللي هي موجوده بحيث ان انا اعمل ريفاسكولايزيشن هنا قبل وهنا بعد، يعني هنا اس في سوبرفيشال فيمر ارتي وفي في سنوز هنا، وهنا بعد ما دخلت بسروما وسعت سوبرفيشال فيمر ارتي، تبقى هنا انا بتلاشى ان انا اعمل سيرجي، ان انا اعمل اموتيشن وات ايفر يعني. طيب هندخل بقى في البوبس. طبعا ده شكل الفاين ميد والشيبا ميد عشان ناخد بيها، وكلنا عارفين ان هي الفاين ميد طبعا بتاخد سيلز بس ما تاخدش تشو يعني. وده الناحيه الثانيه او على اليمين دي اللي انتينا اوكسيدين بيليري درينج، اعتقد دكتور محمد غيب ممكن يتكلم على البيليري يعني، لكن انا عايز اشرحه بس ان الاسره دي فيها مالتيبل هولز. الهول اللي هي بروكسيمال في بدايتها كده هتطلع اكسترنال، والهول الثانيه هتبقى تدخل في دينا، وهتبقى نعمل في حاله الميجيت بيليري ريسكشن هتعمل انترنال واكسترنال درينج. الاسره على جسم العين هتطلع بايل، ونهايه الاسره هتعدي في دينا، هتعدي الددني تعمل درين بايل على الدينا. ده هنا شكل لو انا عندي عيان في عنده في تي وعايز اعمل له بروتكشن للبالون سيركيشن، ما يطلعش امبولاي من الدي في تي، عايز احمي اللنج يعني، او انا عيان حد اعمل له حاجه في البون فعمليات دي هتطول شويه، فانا متوقع انه يحصل دي في تي، فانا قبل العمليه بحط الاي في سي فلتر. وده شكل الاي في سي فلتر. اللي عايز اقوله بس الاي في سي فلتر بيدخل من ناحيتين، يا اما من الفيمورال يا اما من الجبرال. لو الفيمورال هتبقى ادخل الناحيه الزرقاء، لو الجبرال هدخل الناحيه الحمراء الاند الحمراء يعني، هو له تو اند، اند حمراء تدخل من عند الجبرال لو انا داخل جبرال، واند ثاني زرقاء لو انا داخل فيمورال. كلنا عارفين ان احنا الفلتر بنحطه تحت الليفل بتاع الرينال فين. الاي في سي فلتر بتحط تحت الليفل بتاعت الرينال فين، ليه؟ عشان احنا الرينال فين. وزي ما قلنا قبل كده في تمري وفي بيرمان. التمري لو انا عايز اشيله هدخل باللوك اللي انا حاططه دلوقتي، وهدخل في التب دي هروح مشبطها فيها، هروح الفلتر كله على بعضه زي الشمسيه كده. لو حضرتك في المطر او في الشمس شايل شمسيه عشان يعني تريح الشمسيه، هتروح شادد شويه كده بنفس النظام كده، هتروح عامل هنا في الفلتر كله نازل معاك يعني. طيب هنعرف بس اشكال البوبس نيد على السريع كده. دي قلنا الفاين نيد، بعد كده دخلنا في السيمي اوتوماتيك بوبس نيد كلنا عارفينها، وعارفين طبعا ان هو في الباثولوجي او الجزء اللي انا باخده 2 سم او سم او 2 سم بغيره من نيد ده اظبطه يعني. ودي السيمي اوتوماتيك كلنا بنستعملها يوميا، دي السيمي اوتوماتيك عشان اخد باثولوجي من ليجن جايدن بالالتراساوند طبعا او سي تي. في جهاز تاني اللي هو الاوتوماتيك الجن بقى اللي هو ده الجن. بدل ما اعمل شيء اوتوماتيك واعمل فارغ واحضر وبتاع كده، لا انا اجيب النيد كلها احطها في الجهاز في الجن في المسدس، وجاست انا ادخل في الليل هدوس زرار كده اوتوماتيك اللي كده النيد هتاخد البوبس بتاعتي. طبعا جايدد بي سي تي او بالترساوند بعد دخلت في ليجن يعني، حطيت النيد تحت في المسدس اوتوماتيك، في زرار هدوس عليه هتطلع ليا البوبس تمام. يعني باقي لي بس حاجات الغلق بقى الامبوليزيشن.
الاوبوزيشن انا بقى في الارض. طب بقفله ليه؟ عشان هو بودي لمكان انا مش عايزه. يعني الارض ده، الارض ده بودي اس سي هقفلها، الارض ده بودي لباثولوجي معين هقفله، الارض ده بودي لكدني مش عايزها تبقى انا عايز اقفله، تبقى الاوبوزيشن عيني الغلط. الارض ده بودي لا فيبروين، انا مش عايز بلاد تروح الفيبروين، لا عايز اعملها سكيمودين، تبقى الامبوليزيشن يعني الغلق. الامبوليزيشن يعني الغلق، بغلق ايه؟ بغلق ارض. ارض ليه؟ عشان البلد بتاعه ما اروحش لمكان تاني انديزير. تمام. طبعا في حاجه كتيره استعمل بشلات تيومر، الفاركوس فين دي لوحديها يعني، امبوليزيشن الفاركوسين دي حاجه لوحده تانية، الفاسكولار مالفورميشن اللي انوريزمات في البرين بعملها اوميزيشن، الفايبرويد اوميزيشن بتاع الفايبرويد، الجاستروم سيل بليدنج انا عندي فيدر موجود معايا فادخل واقف الفيدر تبقى ده الاوميزيشن. طبعا لو انا عندي لارج فيسل فبعمل له يا اما كويل يا اما بالون، لو فيسل كبير يعني ومدي سبلاي ومعامل هيماتوم وعامل بليدنج وعايز اقفله فبعمل يا اما كويل يا اما بالون. السمول فيسل طبعا زي مثلا الفايبرود والحاجات دي بنستعمل اللي البارتك زي البي في اي والكلام ده. طيب لو انا لارج فيسل وعايز اقفله، انا بتكلم بحب اتكلم عن جلفوم، بقول جلفوم ده هو رخيص وافيلبل وهو بتاع الغلابه، لان ده طبعا الشيت بتاعه ب 10 جنيه وافيلبل وموجود في اي وحده انترفنشن وممكن استعمله بمنتهى السهوله. هتكلم دلوقتي نحضر جلفوم ويمكن يغنينا عن كل حاجة يعني. التومرسون فيسل اللي هو الجلفون برضو. لو انا عندي لارج فيسل وعايز اقفله بينمان بالكويل، عايز اعمله تومري تبقى بالجلفون. طيب ده شكل الجلفون، هو عبارة عن شيت مقفول، بفتح الشيت وابدأ اقطع الجلفون بارتكل صغيرة، بعد كده احطهم في جفنه من عندي واحط عليها سلاين مع صابون، وابدا بعد كده اخد الامالشن ده واحطه في سلنجتين واوصل الاثنين مع بعض بحيث ان انا اعمل امالشن للفيلم. طبعا السايز بتاع الجيل فوم بحدده على حسب الليجن اللي عندي يعني. بس انا بقول الجيل فوم ده متاح ورخيص وتشيب وساعدني في وات ايفر ان انا عايز اعمل امبوليزيشن، ولازم تبقى موجود، لازم ابدا بيه. ده تحضير مش هنا بقى، بروح مدخل بعد ما انا قطعت جيل فوم قطع صغيره وعملت ميكسر السلاين على الصبغه بتاعي كان حدي، احطهم في سرنجتين وابدا من السرنجتين اوزع الاثنين مع بعض بحيث انا اعمل مشن وابدا احينه في الاسطران. والدكاتره الشاطره بنبقى عارفين ان انا ما تكونش الاحجام كبيره قوي عشان ما اقفلش الاسطران بتاعتي، ما تكونش صغيره قوي عشان ما اديش تزرب الافكت بتاعي، عارفين المطلوب يعني. الجيل فوم موديشن انا بنصح بيه في اي امبوزيشن، ممكن استعمل جيل فوم غالبا استعملته يعني في الفيبرول كتير جدا جدا وافكتيف في اليوتوني فيم افكتيف. وهم البعض ممكن يعترض يقول لي ده هو بعد 70 وبعد كده بيفتح تاني، هقول لك لا هو عمل اسكيميا، ما هو في ال 70 دقيقه جيل فوم قفل الارض فعمل اسكيميا فعمل نكروز فالفيبرول قل فالافكت اللي عايزه جه. ده البي في طبعا كلنا عارفينه. انا عايز اقول بس البي في بيبدا من 50 الى 900 حسب اللي الحاجه اللي قدامي يعني. دي البارتك اللي انا بعمل بيها اوميزيشن، اعتقد محمد غيب بيتكلم عنها في فيبرويد. ودي سمات البي في بارتك طبعا الفيبرويد وخلافه يعني. انا بدي بس اكزامبل بس حاله هوموكسيز تعملها امبوليزيشن. ده البرونكل ارتي ده انا بعد ما عنده يعني ديسابيل الهوموكسيز يعني. ده طبعا اكزامبل حيان عنده فيبرويد، انا طبعا الفيبرويد زي ما اتكلموا عنها، بس انا بقول بس بوريك بس الافكت بتاع الامبوليزيشن ازاي قبل الحقن وبعد الحقن. ده الفيبرويد اللي هو التيومر بلاش بتاعي قبل ما احقن، وده التيومر بلاش تاني بعد ما عادش فيه حاجه خالص. ده الفيبرويد امبوليزيشن، ده بوضح مثال للامبوليزيشن الغلط يعني. انا هنا دخلت في التراي ارضي وقفلته. طبعا في بعد كده الامبوليزيشن الاندوريزمات اللي داخل البرين ميني في البرين اللي هو الكويل يعني بيستعمل في البرين يعني،
والخلاف في الوقت ما بين بتوع الاشعه وبتوع النيورو سيرجري، بتوع النيورو سيرجري عايزين يشتغلوا انترفنشن واحنا عايزين نشتغل وشغلانه كده يعني. المهم احنا بنستعمل ايه الكويل امبوزيشن حالات الايه. اعتقد دكتور طارق كان قال برضه محاضره عن النيورو انترفنشن. يعني اكزامبل الكويل امبوزيشن، وهنا برضه اكزامبل ثانيه بقول امبوزيشن بالنسبه لهم الجراحين. لو عندك حاله بص برضه مش عارف تعمل له كنترول، لا بتاع الاشعه ممكن يدخل على التراين ويقفله كله على بعضه. ده الانتنة يقول لك كله على بعضه ويقفل لك بسهوله. فده الامبوزيشن للتراين ار تي في حالات البوست بارتم هيموري. ده اكزامبل بقى للانوريزم اللي هي موجوده في الكروت في البرين يعني، وده الكويل اللي جواها. هنا الانوريزم وهنا الكويل داخل الانوريزم. طبعا في خلاف ما بيننا وبين النيورو سيرجي، النيورو سيرجي اللي هم مش عايزين انترفنشن ولا انا بعمل لها كليبنج. بقى تدخل انت انا هفتح مخ العيان واعمل لها كليبنج. انا بقول لك بقى انت تقفل العيان تفتح والكلام ده، انا هدخل يا عمي بالاسطره بتاعتي واحط الكويل. هو لك لا بترجع تملى تاني. يقول لك قفلتها بالكويل اه هتملى تاني. انا بقول له لا بقى لنا 10 سنين بنتابع حاجات زي مش قول لي يا دكتور محمد ما اشوفش حاجه ملت يعني. هو يقولوا بقى اللي هم ضد طول الاشعه وما في جزء منهم داخل على انترفنشن، يقول لك لا اعمل كويل. اللي هم الجراحين لا كل جه مش عارفين بتاع كام حد، يقول لك لا هتمنى منك تاني ما تملاش ولا حاجه. هو الكويل ده وانس اتحط قفل خلاص هتمنى لمين يعني. المهم يعني ده الاونكس بقى اللي بيستعمله في الاف في ام في البرين. الاونكس عشان ايه في الاف ام في البرين؟ طبعا يعني الاف ام في البرين عندك يعني عايز تودي عين جنب نايف وقصه وشغلانه او جراح المخ والاعصاب هيدخل ازاي ويشيل ازاي بتاع كام. لا الانترفينشن خلاص غطى الحد تماما ابسولوتلي. بقت كل انتراكلين اي في ام دلوقتي انترفينشن على طول، تدخل بقصرها وتحي الاونكس وتقفلها على طول. ما عادش يعني ما عادش الكلام ده تحاول فيها جراحه والكلام ده والحاجات دي يعني. كل حاجه قدامك. ده برضو اكزامبل تاني هيمانجوما في الهان وبحينها سكولوجي ماتيريال. وانا شايف اندر ايميج قدامي انا حقنت وشفت وبتاع حلق لحد كده كده، في حين ان انا يعني لو فتحت مش عارف افتح فين لحد فين بتاع الكلام ده حد. ده اللي هو ايه الامبوليزيشن. الفكره بتاعت السكولوجي عموما كلها يعني هي اريدت ماتيريال. اول ما تدخل في الفاسكولار تيب تيجي على انت ما كده تعمل ايه كلوتنج على طول تقفل يعني. دي فكره يعني السكولوجي ماتيريال دي عباره اريدن حاجه اريدن تيجي على الانتما بتاعت اللي البلد فيزل. شاكر جدا لحضرتك يعني. شكرا جزيلا استاذنا العزيز دكتور محمد طعيمه. طبعا يعني الم كل حاجات البيزك بتاع الانترفنشنال راديولوجي، وان شاء الله المحاضرات اللي جايه يعني يبقى فيه نتكلم عن الحاجات السبيسيفيك والادفانسد مع الدكتور محمد الغريب استاذ الاشعه التداخليه في عين شمس. اتفضل يا دكتور محمد.